البرلمان ينقلب على الكاظمي ويصدمه بإدخال 164 تعديل على الموازنة. القاضي علي بن المحسن التنوخي عنده كتاب شهير اسمه الفرج بعد الشدة. هذا الكتاب كان لازم يخصص به فصل لموازنة 2021 اللي هي عبارة عن مجموعة شدائد واقعة على هواي أطراف. هل فرجت لو بعدها؟ خلونا نشوف. باختصار الموازنة وصلت لعنق الزجاجة وعلى وشك تطلع راسها، بس بعد ايش؟ بعد ما اللجنة المالية قرطمتها وخفضتها من 164 تريليون دينار إلى 130 تريليون، وبهالشكل انخفض العجز تقريباً 25 تريليون دينار. شنو أهم فرج شفناه؟ أهم فرج هو إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، عدد الرئاسات الثلاث اللي خفضوا من موازنتهم 20%، في حين شدة الضريبة بقت بس أقل وطأة بهواي مما سبق. اللي صار حرفياً إنه اللجنة المالية راجعت الموازنة فقرة فقرة وسوت أكثر من 300 اجتماع واستضافة، آخرها مع رئيس الوزراء وفريقه. وراها أعلنت اللجنة تسليم التعديلات للحكومة، وعلى أساس السبت يتم التصويت. المشكلة وين؟ ماكو مشكلة سوى تعقد ملف الاتفاق مع كردستان. دائماً ملف الإقليم هو العثرة، مدري حظنا مدري حظ الإقليم. آخر التطورات بهالملف إنه الكتل الشيعية انطوا للكرد 918 مليار دينار كتخصيصات للبيشمركة، وهذا المبلغ محسوب على 68 ألف عنصر، في حين قوائم حكومة الإقليم تقرأ 120 ألف عنصر. بس مع هذا نعم الله، 68 ألف أحسن من ماكو، لا سيما إنه هاي لأول مرة تجي رواتب البيشمركة من بغداد من سنة 2007، يعني فرجت على البيشمركة أخيرا. مع هذا الموضوع بعد شديد، والكتل الشيعية مصرة على موقفها ونوابها شادين القايش على الإقليم، بحيث حتى القاضي التنوخي ما يقدر يلقى لهم فرج. بيننا وبينكم بغداد تريد وضع إيدها على البنى التحتية لكل الصناعة النفطية الكردية مقابل تسديد ديون الشركات الواجبة في ذمة الإقليم. شنو موقف الحكومة من هاي العقدة؟ الموقف إنه مصطفى الكاظمي قلبه مع الإقليم، والبارحة اجتمع مع وفد من الاتحاد الوطني، وبالاجتماع مع اللجنة قايل لهم إن بموازنة الحكومة مذكور الاتفاق ويا كردستان، وإحنا كحكومة ملتزمين بالنص. كان الجواب إن الكتل الشيعية ما موافقة. محمد الحلبوسي وبرهم صالح والكاظمي محاولين يقنعون الشيعة وبدون جدوى، وعلى الأغلب إنه الكتل الشيعية رايحة لخيار التصويت بالأغلبية على الموازنة وبغض النظر عن رأي الكرد. شنو حال الكرد الآن؟ بصراحة الكرد حيل منزعجين، ويقولون إنه بعام 2020 ثلاث قرارات صدرت من البرلمان بدون موافقتهم. قانون الانتخابات، قرار إخراج القوات الأجنبية، وقانون تمويل العجز المالي. وإذا تم التصويت على الموازنة بنفس الطريقة فراح الهوة بين بغداد والإقليم تكبر أكثر وأكثر. هسه الخلاصة شنو؟ الخلاصة قالها الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت.
وكنت أظنها لا تفرج. طيب هذا الشاعر عربي متفائل بالفرج بعد الشدة، فماذا عن الشاعر الكردي؟ إيش راح يقول إذا انقرت الموازنة بعيداً عن رأيه؟ هاي بس الكردي يعرفوها. حياكم الله.